إذن كلمة الروائية والشاعرة والقاصة الفلسطينية حزامة حبايب يلي ألقتها خلال إعلان فوزها بجائزة نجيب محفوظ، كلمة كانت مؤثرة جدا، أبكت الحضور وتعدت إطار هالحدث الثقافي لا تشمل أوجاع العرب بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص. خلينا نسمع شوي من هالكلمة. الفلسطيني حامد محمد حبايب الذي غادر قريته الفلسطينية طفلا في السابعة ممسكا يد أمه لاهيا عن مآل البلاد وناس البلاد، غير واع أنه استحال رمزا لأكبر نكبات العصر. أنا حسام حبايب إنما أستعيد البلاد وناس البلاد بالحكاية، أنا في كل حكاية أعود إلى وطني. إذن جائزة نجيب محفوظ للعام 2017 كانت من نصيب حزامة حبايب يلي مثل ما شفتوا قالت كلمة جدا مؤثرة، وهالجائزة نالتها عن روايتها مخمل. حبايب الفلسطينية المشغولة دائما بالقضية الفلسطينية بترسم بروايتها الثالثة مخمل صورة الحياة بالمخيمات الفلسطينية بالأردن. بطلتها سمتها حواء وهي امرأة بتعيش ظروف ضاغطة بالمخيم المعروف بأنه مكان للقهر ومكان للكبت، وهو بيمثل البيئة المسحوقة، وهي امرأة بتمر بجميع أنواع المحاناة بحياتها لا تنتصر بالنهاية. جائزة نجيب محفوظ هي جائزة أدبية تمنح لإحدى الروايات الحديثة بحفل يقام كل سنة ب 11 ديسمبر يعني بتاريخ ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ، وأطلقت هالجائزة سنة 1996 وهي بتبلغ $1,000 مع ترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية ونشرها. الجائزة نالها سابقا شخصيات أدبية مرموقة مثل الروائي السوري خالد خليفي، السوداني حمور زيادة، كمان بالإضافة للروائي اللبناني حسن داوود. صباح النور مريم. اليوم في كم هائل من الروايات اللي بتتناول القضية الفلسطينية، صح. ليش تم اختيار هالروائية بالذات؟ جوال، يلي بيميز هالرواية انها بتحاكي الشخصية الفلسطينية، بتحاكي الهوية الفلسطينية. يلي ميز رواية حزامة حبايب انها بتدور حول القضية السياسية، انها ما بتدور حول القضية السياسية والمقاومة الفلسطينية وحلم العودة، ولكنها بتدور حول الانسان الفلسطيني يلي عم تمضى حياته من دون ما يلتفت حدا له بوقت عم تحتل الدراما السياسية دائما مركز الصدارة. إذا نجحت لأنه التفتت إلى الإنسان، إلى معاناة الإنسان داخل المخيمات. مظبوط، لأنه بعيدة عن السياسة. في عنا كتاب تاني، صح؟ تاني كتاب كتير مهم جوال هالكتاب، وبيحمل نفس عنوان كتاب هتلر كفاحي، ولكن هالكتاب هو لكاتب نرويجي اسمه كارل أوفيس كناوسغارد، والكتاب هو بالحقيقة مكون من 6 أجزاء. لما صدر الجزء الأول بالعام 2009 سجل، وبعده لليوم عم بيسجل أكبر نسبة مبيعات بالعالم، واعتبر كمان تحفة أدبية بكل مكان نشر فيه، مما دفع النقاد لحتى يوصفوا كناوسغارد ببروست العصر. لهيك ترجمت هالسلسلة إلى عدة لغات، والسنة كان لنا الحظ نحن القراء باللغة العربية بأنه تصدر ترجمة عربية عن دار التنوير لأول جزء تحت عنوان فرعي موت في العائلة، والترجمة طبعا للمترجم الجيد جدا حارس النبهان. الكتاب هو بالحقيقة منه إلا سيرة كناوسغارد الشخصية من طفولته حتى رؤيته أول جسد ميت، وهو لما كان ب30 من عمره، وهالجسد كان جسد بيه. بعد تلقي خبر الوفاة بيبدأ كناوسغارد سيرته بهالجزء من دون ادعاء، وهيدا المهم بالكتاب انه ما فيه ادعاء صريح جدا وما فيه تحفظات، بحدثنا عن احداث عاشها، شخصيات عرفها، بخبرنا عن مخاوفه، بخبرنا عن عقده، عن خجله وتأتأته، وعن رعبه من بيه يلي كان قاسي كتير، عن علاقته بالفن وحاجته إلى الوحدة، وكمان الابتعاد عن الناس، هو كان دائما انطوائي. أهمية هالرواية أنه على الرغم من أنها شخصية للغاية وكتير كبيرة، حجمها كتير كبير، إلا أنه كناوسغارد
بأسلوبه الساحر قدر يجذب القارئ وجعل كل لحظة من حياته بتذكر بكل لحظة من حياة القارئ. مريم، رغم انه هالقد شخصيه روايه بس رح ارجع لاول شيء قلتيه، كثير غريب انه يحمل هالكتاب نفس عنوان كتاب هتلر كفاحي. صح صح، بعتقد هالشيء مقصود ولا لا؟ اكيد مقصود، لانه لما بدا جوال كناوسكاد بمشروعه الادبي الضخم واختار عنوان كفاحي كان اكيد بيعرف مثل كل الناس انه هالعنوان هو عنوان كتاب هتلر، ولكن استخدمه لانه الروايه هي كفاح الكاتب، يعني كتير العنوان بيوصف كتابه كفاحه بالفعل، إن كان كفاحه بعلاقته مع والده القاسي أو علاقته مع شخصيته الانطوائية أو كفاحه مع الكتاب نفسه. هو قبل ما يكتب هالسلسلة الضخمة كان عم بيحاول يكتب وعم يفشل باختيار الموضوع، بالآخر استسلم للكتابة من دون ثقة بأنه يلي عم يكتبه، لأنه كان عم يكتب عن نفسه ما كان عنده ثقة أنه عم يكتب عن شخص عادي رح يصير كتابته عن نفسه اهتمام أي شخص. كناوسكاد استخدم عنوان كتاب هتلر من دون ما يكون قرأ من قبل كتاب هتلر، رجع قرأه بخضم انخراطه بكتابة الرواية، وكانت النتيجة أنه احتل هتلر مساحة كبيرة كمان بالجزء السادس من الكتاب. يعني حكي عنه، رجع حكي عنه، رجع حكي عنه بالجزء السادس من بعد ما قرأوا جوال. اوكي اوكي مريم، نحن عم نشوف بعض المشاهد. نعم، مشاهد من كناوسكارد كمان عم يرجع يخبر عن هالرواية. He needs a bottle of wine just to be able to face the world. And I have it that way with writing. My dad treated me not very well. I was filled with rage against him, which I never expressed. And then he died. And my reaction when he died was surprised me because I was crying so very much. When that happened, I decided I have to write about this. For me, it's a book about identity.